مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجي أنا الشاهد. في هذا الأسبوع، الخيامية حرفة مصرية عريقة تقاوم شبح الاندثار، ونتابع أجواء شهر رمضان مع أطفال المكلة، وظروف اقتصادية تجبر سكان بغداد على تغيير بعض ممارساتهم، وكيف استطاع لاجئ سوري أن ينشئ أول مطعم لمأكولات بلاده أين؟ في قطاع غزة. مهنة كثيراً ما اقترنت بأفراح مصر وأتراحها وبالمناسبات الوطنية وحتى بمواعيد الانتخابات. إنها حرفة الخيامية التي ازدهرت إبان العصر الفاطمي ثم حافظت عليها الأجيال المتتالية رغم ما يتهددها من شبح الاندثار. في المشاركة التالية يأخذنا هاني البكري إلى حي الحسين العريق التاريخي حيث مهنة الخيامية. هنا في هذا الحي العتيق، حي الحسين بمصر القديمة، مهن اندثرت ومهن أخرى تقاوم الزمن. من هذه المهن مهنة الخيامية، تلك المهنة التي اشتهر أصحابها بصناعة الخيام واللوحات القماشية. ومن هنا، من هذه الأرض، كان ينطلق المحمل النبوي إلى أرض الحجاز. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما الذي تبقى من هذه المهنة؟ في هذا التقرير نجيب على هذا السؤال. مكان يطل على الزمان وكأنه الأبد. فن الخيامية هو أقدم الفنون اليدوية في مصر. يمثل هذا الفن مصر في أفراحها وأحزانها، طقوسها وعاداتها. فهنا كانت تصنع كسوة الكعبة، وكان ينطلق المحمل إلى الحجاز، وهنا أيضا تصنع أقمشة سرادقات العزاء وأقمشة الأفراح، كما تصنع اللوحات القماشية وملابس راقصة التنورة بألوانها الزاهية. هي مهنة تختصر بلدا. وسعادتك، الشغل ده هاند ميد يدوي، بيشتغل على نول، واخد بال حضرتك؟ في قطع عندنا بتقعد 8 اشهر، في قطع تقعد 6 اشهر، واخد بال سعادتك؟ على حسب الديزاين نفسه، وعلى حسب الشكل، وعلى حسب المقاس، واخد بال حضرتك؟ فتبقى مقاسات صغيره فبتقعد وقت صغير، واخد بال سعادتك؟ في حاجات كبيره 2 في 3 متر ونص في مترين، 70 في 140، 90 في متر و60، متر في مترين، حاجات خفيفه، حاجات سوفت، حاجات دبل بصوف اللي هو لول، واخد بال حضرتك؟ فبتختلف من جزئيه لجزئيه، شغل صغير شويه 3 على السنتي، واخد بال حضرتك؟ فكل حته بتختلف عن بتاعها. عندي الشغل ده من تصميمات حضراتكم؟ الشغل ده سعادتك من تصميمات كتاب معين، واخد بال حضرتك؟ بيبقى حاجات قديمه، فبنحاول ان احنا نقرب منها، وزائد ان هي برضو ابداع الصنايعي نفسه، واخد بال حضرتك؟ فبيعمل عليها تعديلات تواكب العصر، واخد بال حضرتك؟ اللوحه ديت من حاجه بنروح نصادف ان احنا نقعد 3 4 اشهر نشتغل هناك. الناس كانت موفره لنا سبل الراحه وكانوا بيعاملونا احسن معامله، واخد بال حضرتك؟ الاخوه السعوديين كنا بنروح نقعد بال 3 4 اشهر، بال 5 6 اشهر بعد ما بنخلص، واخد بال حضرتك؟ كانوا بيدونا اجر كويس، وكنا بنتوكل على الله وبنرجع مصر تاني. اللي اتمناه ان هو يعني يبقى في تعاون، واخد بال حضرتك؟ وحته ان هي بيبقى ناس تتعاون معانا، ونحاول ان احنا نرتقي بالمهنه اكتر واكتر. هنا كان لابد ان اقابل الصناع في ورشهم. حاج، انت في المهنه دي بقالك قد ايه؟ دي بقالي فيها، وانا بشتغل فيها يعني عندي 6 سنين. ابا عن جد؟ دي صنعتي ابا عن جد. وظروف الشغل اختلفت من زمان عن دلوقتي؟ كتير. اول حاجه اني ما بدات مفيش سياحه نهائي. وبعدين الاول احنا كنا بنشتغل في القماش وكده، بعدين طورناها بقت اللوحه اللي انت شايفها دي كده قدام عينك، الطبلات دي. طبعا الحاجه دي ما بيشهاش للسياح بس. وعاوزين يعني حد يتمنى المهنه دي ويعمل لنا معارض ويعني وينشطها. تمام. الصناعيه، في صناعيه شباب دلوقتي ولا لا؟ احنا كلنا كده ما نتعد يعني ما نجيش 50 60 نفر اللي هم معروفين.
دي مش موجوده اللي عندنا هنا على على على, على انحاء العالم، مفيش اللي عندنا بس انا اللي بنصنعها. بتصنعوا ايه يا حاج؟ بنصنع اللي هو المناظر اللي انت شايفها دي كده، والعربي والاسلامي والرومي والمناظر الطبيعيه اللي زي دي كده بنصنعها. الخامات ايه؟ يدويه؟ كل القماش ده قماش قطن. قماش قطن الاول بيخش على كذا مرحله، الاول بيتعلم بيترسم الاول، وبعد كده بنبدا نشتغل، بعد كده بيبدا في الاخر بيديك الطبلول زي ما شايفه ده كده. حاج محمد مصطفى في شارع المواصله هو بيصنعها من السنه للسنه. المحمل القصه بتاعت الكعبه، وبيجيبها عباره عن حتت صغيره، وكان ابويا الله يرحمه كان بيجمعها، واحنا كنا عيال صغيره كنا بنساعده، وبتتجمع وكانت بتسافر بتركب في الكعبه. الصناعيه كانوا بيركبوها هناك بنفس كان في ناس بتطلع بتسافر من هنا معاه، وكان في ناس من السعوديه كانوا بيركبوها احيانا. المهنه دي بتتعمل برضو منها خيام؟ خيام خيمه. هذه الخيمه ايه؟ جميع المأساة جميع المأساة موجوده، من اول الزغاره كده لحد اكبر مقاس. ده حاج الرسومات دي بتجيبها من دماغك ولا من دي كتاب؟ من يعني ملكه من عند ربنا. انا عن نفسي ما بعرفش اقرا ولا اكتب، والحاجه دي انا برسمها من مخي، ملكه من عند الله برسمها، ومش اي وقت ارسم، يعني مش اي وقت ان انا ارسم الحاجه دي، انا برسمها كلها من مخي. طب مع الوقت هل المهنه دي هتستمر؟ انا ما يعني مع الوقت ما يعني اتوقعش ان هي تستمر، لان تعبنا فيها، تعبنا من مهنه، وده كلام حقيقي مش كلام كده وخلاص، انا عن نفسي تعبت منها. شيوخ وكهول يصنعون فنهم بصمت وبلا صخب، آمال وآلام لصناع هذه المهنة التي تعد من أقدم المهن اليدوية بمصر. ماض عريق ومستقبل يقاوم الفناء. هاني بكري، بي بي سي، أنا الشاهد. ولا ننسى أن لوحات الخيامية الإبداعية كثيراً ما تزين البيوت والأحياء المصرية في شهر رمضان، هذا الشهر الذي تختلف طقوسه وعاداته من بلد عربي وإسلامي إلى آخر. في مدينة المكلا اليمنية أحب طلال بحيدرة أن يشاركنا باحتفالات الأطفال في هذا الشهر الكريم، هذه الفئة المنسية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محدثكم طلال أحمد بحيدرة، سأتحدث في هذه الحلقة عن بهجة الأطفال خلال شهر رمضان المبارك، وهذا الذي ترونه خلفنا هو أحد بهجات الأطفال التي تضام خلال هذا الشهر، وتابعوا معنا هذا التقرير التالي. المكلا مدينة لا تخلو من العادات والتقاليد والتراث الشعبي، وفي شهر رمضان لا بد أن ترى للأطفال بصمة خاصة على نطاق واسع خلال الشهر المبارك، فعند سماع أغاني الشهر الفضيل قل أن تجد أغنية ليس بها أطفال. اللهم أمر جسدنا بطاعتك، وأمر قلوبنا بمحبتك، ويقبل التائبين ويرحم المذنبين. بهجة الأطفال خلال شهر رمضان لا توصف، فمنذ البداية وفي أول يوم من رمضان يبدأ الأطفال بجمع الأحجار التي تعرف بالحصلة من ساحل البحر، وهذه الأحجار يبتلعها البحر في أيام الخريف، وفي بعض الأحيان يصادف الشهر المبارك وقت الخريف فيتم جمع الأحجار من الأودية وبطون السيول، ويبدأ الأطفال بافتراشها أمام البيوت على شكل مستطيل تحدها الأحجار الكبيرة من الجوانب، ويكون هناك موضع صغير يشكل بأصداف البحر توضع عليه بعض الأكلات والمشروبات، وتنطلق في بداية المساء حيث يأتي الأطفال من بعض البيوت وهم يلبسون الثياب الجديدة للجلوس فيها وبدء الغناء بعادة تسمى الصيامة، وتعود هذه العادة منذ عهد السلطنة الكسادية في الزمان الماضي. يا
لمساء رمضان العديد من البهجة الطفولية، حيث يأخذ الآباء أبناءهم للتنزه في البحر أو المتنزهات المختلفة حتى بداية ما يعرف بالختومات في 8 من شهر رمضان. تكون للأطفال بهجة مختلفة، فيتجمع أطفال الحارة وأطفال أقربائهم، ويلبس بعض الأطفال الملابس التراثية الحضرمية، ثم يذهب الأطفال لشراء الألعاب من البساط التي تفترج ساحات المسجد الذي يقام به الختم في تلك الليلة الرمضانية. فكرة الختومات وما تحمله من هزيج وفرح وألعاب هي كلها حاليا شيء يفرح الأطفال ويسعدهم، وعادة طيبة بالنسبة للأطفال وشيء جميل جدا. ربنا مريم ما جبش لبس حيولش تحلي حيولش ربي صونش بارك الله فيش ربي خليش. كيف تؤدي ظروف اقتصادية واجتماعية إلى تغيير عادات وتقاليد؟ هذا ما حدث بالضبط لبعض المواطنين العراقيين الذين اضطروا إلى تحويل سياراتهم العادية إلى مركبات نقل. فما هي الأسباب؟ الإجابة في مشاركة محمد داود. نتيجة الوضع الأمني منعت القوات الأمنية عبور سيارات الحمل على جسور، وخصصت لهم جسور معينة، مما حدا لأصحاب السيارات الخصوصي إلى تحويلها إلى سيارات حمل. يتم تعبئة السيارة بالبضاعة، ويكون رص الصناديق بشكل مفرط داخل وخارج السيارة، تمهيداً لتوصيلها إلى محل الزبون. تبدأ عملية رزم البضاعة بعد الانتهاء من رص الصناديق على قمة السيارة. تستمر عملية تعبئة السيارة من الداخل والخارج بمختلف أنواع البضاعة إلى حد التخمة. تستمر عملية الرزم حوالي من 15 إلى 20 دقيقة، وفي لقاء مع السيد حازم جمال للحديث عن هذه التجربة. أليس من الأفضل شراء سيارة بيك أب؟ جسور ما تعبره، جسور تعبره وعليه هواي مشاكل، والدائرات ما يفوت بر صافي، هواي أشياء. ولهذا لجأت إلى السيارة الخصوصية. بالخصوصي أحسن من البيك أب. البيك أب يعني سعره شدة 80 شدة 70. هل تتعرض إلى مضايقات من قبل نقاط السيطرة والتفتيش؟ مو مضايقات، وإنما هو واجبهم وحقهم هذا. يعني من يقول أنا محمد تكرم، من يقول محمد تكرم حديد؟ لازم يفتشون يشوفون الوصولات يدقدقون عليها كراتين حقهم. ما هو أغرب موقف مررت به؟ حملت السامرة ماشي وما أدري بها معارك في داعش. قبل ما وصل سامرة على اليسار شفت مسلحين لابسين أسود ملثمين. وعلى ما وصل سامرة قالوا شفت شيك؟ طبعاً شفت ملثمين لابسين أسود قاعد شايلين رايات. قلت له فجيت أنا والجيش كانوا مختفين رايحين مقابل سامرة. ولا تقتصر البضاعة على الصناديق، وإنما من الممكن استعمال القماش أيضا، هذه عربات لنقل القماش أيضا. ضيفنا هذا الأسبوع اسمه وريف حميدو، شاب سوري قرر كغيره من الشباب الرحيل عن بلاده بسبب الصراع الدائري هناك. لكن ما يميز وريف هو المكان الذي اختار الاستقرار فيه. أين؟ لنسأل وريف الذي ينضم إلينا الآن عبر الإنترنت. وريف أهلا بك في برنامجي أنا الشاهد. لماذا قررت الرحيل عن مدينة حلب واخترت الاستقرار في قطاع غزة؟ أهلا بك سيدتي.
بداية خرجت من مدينة حلب هربا من آلة القتل وهربا من الموت ونجاة لنفسي ولإخوتي. خرجت من حلب سنة 2012 ودخلت لتركيا، ومن تركيا طبعا لمصر. كيف وصلت إلى قطاع غزة ولماذا لم تستقر في تركيا مثلا أو مصر؟ تركيا نوعا ما كان أغلب السوريين في المخيمات، وبداية 2012 ما كان هالانفتاح بالشغل والشغل يلي بتركيا ما كان متاح لي صراحة. دخلت تركيا ومن ثم إلى مصر عن طريق البحر، ومن ثم تعرفت على شخص فلسطيني في مدينة 6 أكتوبر، وكان صراحة أمامي أحد الخيارات، إما ركوب قوارب الموت والإبحار في المتوسط أو التوجه لغزة والأخذ بنصيحة الشاب الفلسطيني صديقي، وخاصة بعد سوء الأوضاع نوعا ما في مصر خاصة للسوريين. نعم، هل كنت متخوفا من اللجوء إلى قطاع غزة؟ بداية نعم، لأني بالأول ما دخلت لغزة طبعا دخلت زيارة لمدة 10 أيام، دخلت شفت البيئة الاجتماعية القريبة من سوريا، شفت الشيء القريب بالنهاية كلياتنا هون ببلاد الشام، شفت العادات والتقاليد القريبة كتير من سوريا، حسيت حالي أنه بأحد محافظات سوريا لا أكثر. بالنسبة للتقاليد كمان كتير قريبة، والعادات والأكل كل شيء قريب، كان الجو كل شيء كان قريب، لذلك رجعت على مصر، أنهيت أموري بمصر ورجعت دخلت لغزة. ولكن رغم هذا التخوف وريف، أنت تمكنت من إنشاء أول مطعم سوري في قطاع غزة، حدثني عن هذه التجربة. طبعا بالبداية دخلت لغزة لحتى أشتغل بمجال المطاعم، أنا صار لي زمان بشتغل بمجال المطاعم من أنا وعمري 15 سنة، بالإضافة لأني مساعد مجاز بالهندسة الميكانيكية كشهادة، بس ولكن ما استفدت منها، أنا من زمان بشتغل بهالمجال يلي بحبه يلي بأبدع فيه. دخلت لغزة للعمل مباشرة في إحدى مطاعم المدينة الموجودة في غزة، طبعا أضفت شيء من المطبخ التركي للمطبخ اللبناني للمطبخ السوري، وأدخلت شيء من المطبخ الغزاوي، يعني عملت مزيج بين الأربع مطابخ، ولحتى أطالع صنف وكم والجودة والنوعية، كله كان مزيج من الأربع مطابخ اللي موجودة بالشرق الأوسط غالبا، هي المشهورة غالبا. نعم، طبعا هذه التجربة ليست بالهينة حسب ما فهمت. أيضا كيف تمكنت من الولوج إلى الذوق الفن أو ربما الذوق الغزي في هذا المجال في فن الطبخ؟ الشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني عامة يعشق الحياة، شعب ذواق، شعب يعني خاصة بالأمور اللي بتخص السوريين. هون في نقطة بدي أنوه عليها، الشعب الغزاوي عنده ثقافة الدراما السورية، والدراما السورية اللي عند انتشرت بشكل كتير كبير بآخر 10 سنين، كان يشوفوا شيء بالدراما السورية، يشوفوا شيء الأكل، يشوفوا طريقة الشوي، يشوفوا كذا. كان يجوا كتير زباين لعندي يقولوا لي إنه نحن بدنا ناكل الأكلة الفلانية اللي موجودة بالمسلسل الفلاني، كنا نعمل كذا، بدنا نعمل كذا. أنا بالوقت هذا نفسه كنت أأمن كل المتطلبات، كنت أنزل الوجبات اللي معروفة سواء بالدراما السورية أو اللي معروفة بسوريا أو بحلب، بنفس الوقت كمان كنت أعمل أكلات يلي موجودة بغزة ولكن مع تعديل بسيط عليها لحتى تناسب كل الأسواق. نعم، أنت كسوري استطعت ربما أن تفرض نفسك في قطاع غزة وأيضا أن تؤسس أول مطعم في هذا القطاع، ولكن نريد أن أسأل، هل هناك الكثير من اللاجئين السوريين في قطاع غزة أيضا؟ موجود حاليا هون بحدود 22 عائلة سورية الأصل فقط لا غير، ما تبقى بحدود 250 عائلة من الأخوة السوريين العائدين من أصول فلسطينية.
وريف، أنت أيضا تزوجت من صحفية غزية وبصدد إنتاج برنامج عن الطبخ، حدثني عن هذا المشروع أيضا. نعم، مع دخولي إلى قطاع غزة وبعد 4 شهور تقريبا تم التركيز علي من وسائل الإعلام صراحة بشكل كبير، أنه أنا سوري تارك بلدي، تارك حرب، جاي لحرب بنفس الوقت، أنه خلطت حرب 2012 بغزة ومع ذلك دخلت لغزة. صار تركيز كتير كبير من وسائل الإعلام أنه شاب سوري تارك سوريا وجاي لغزة ويعيش بغزة. لما اشتغلت بالمطعم اللي أنا موجود فيه كان مجرد عمل براتب شهري طبعا، اشتغلت لمدة 4-5 شهور، تعرفت على فتاة فلسطينية وخطبت وتزوجت هون وظليت مقيم هون لغاية حرب 2014، يعني بعد حدود 14 شهر تركت المحل، تركت الشغل، وبعد شيء 4-5 شهور قدرت أنه أفتح مطعم سوريانا. وهل تنوي الآن الاستقرار بشكل نهائي في القطاع؟ لا أعتقد أنه أي سوري يريد البقاء في قطاع غزة على طول، يعني ممكن مؤقتا 2-3 سنين، بس ولكن بالنهاية بدي أرجع على بلدي، على سوريا، على أمي الكبيرة. شكرا لك وريف حميدو، صاحب أول مطعم سوري في قطاع غزة، شكرا لك. عفوا، أهلا وسهلا فيك. بهذا نأتي لختام هذه الحلقة من أنا الشاهد. بإمكانكم إرسال المزيد من مشاركاتكم، اقتراحاتكم، أفكاركم على بريدنا الإلكتروني shahad@bbc.co.uk أو عبر صفحتنا facebook.com/bbcarabic-shahad أو على تويتر bbc-shahad. لكم مني ومن فريق البرنامج أطيب التحية، وإلى اللقاء.